أقيم في مسجد الرحمن الرحيم عزاء الموسيقار الكبير عمار الشريعي، وكان في استقبال المعزين شقيقاه علي ونجيب الشريعي، وشارك في العزاء العديد من نجوم الفن والسياسة، كما حضر رؤساء النقابات الفنية الثلاثة. إحنا وزارة الثقافة تشعر أنها فقدت قيمة كبيرة جدا، نشعر أن يعني أحد ومضات الضوء في حياتنا قد انحصرت، لكن الأمل في هذا الوطن والشباب القادم، ويعني مصر قادرة على أن تلد عمار، لكن مش في نفس اللحظة، يمكن بعد فترة، لكن أكيد قادرة على أن تلد عمار آخر وثاني وثالث. رحمة الله على عمار الشريعي، ده أخويا الكبير، والواجب أن في الوقت ده أكون جنب أخويا، وحريص أن أنا أغسله، وحريص أن أنا أدفنه بإيدي، ورحمة الله عليه، ألف رحمة ونور تنزل عليه، لأن هذا إنسان ما هو عادي، ولكن إنسان عطى الكثير من جهده ووقته وحياته للفن. عمار يعني محتاج مننا دلوقتي أكتر حاجة إن إحنا ندعيله، نحنا ندعيله يا رب ربنا يرحمه ويعفو عنه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يا رب ويتقبل حسناته. فنان عمار الشريعي قيمة فنية وإنسانية حقيقية كبيرة. اليوم يعني احنا بألم شديد جالسين وسط المعزين حتى نكون موجودين في حالة الحقيقة احنا لا نحسد عليها. نحن نودع معلم كبير من معالم الفن العظيم الأصيل في مصر وفي العالم العربي كله. بقول بقاء لله، واحنا بنعزي أنفسنا وبنعزي كل الشعب المصري والعربي، وربنا يعوضنا خير في عمار. الله يرحمه عمار الشريعي، قامة كبيرة جدا وفقدته مصر. الله يرحمك يا عمار، وعمرك ما هتتنسي، لأن أعمالك في وجداننا جميعا، وربنا يعوض أسرته ويعوض مصر والعالم العربي كله بالخير إن شاء الله. عمار حيظل في قلوبنا، موسيقى حتظل محفورة في وجداننا جميعا. هذا العبقري، هذا الفنان، هذا الموسيقي، هذا الملحن، هذا المؤلف، هذا المحلل الذي غاص في بحر في بحر النغم، وغرق في آلامه وفي مرضه وفي قلبه المريض الذي استنفذ كل ما يدخر عمار من سنة 87 حتى 2012 وهو بيجري عمليات في القلب. أعتقد أن عمار على المستوى الشخصي كإنسان، أنك لما يكون إنسان فاقد البصر فتجد أنه يتحدى هذا فيفعل ما يعجز عنه المبصرين، فبالتالي عمار أي شيء يخص التكنولوجيا الموجودة في عالم الموسيقى تلاقيه آخر حاجة عنده. راجل يحب أن يتطور ويحب أن يقدم كل ما هو جديد، فالله يرحمه ويغفر له ويتجاوز عن سيئاته بإذن الله تعالى بحق ما أسعد به الملايين إن شاء الله. فقد كبير جدا للوطن وللإبداع وللثقافة ولكل القيم الإنسانية الثقافية والروحية الكبيرة العالية القيمة، وطلع من صميم هذا الوطن ملخصا وموجزا، ولكن بكل اتساع في الرؤية والوعي والثقافة والقيم العليا لفناننا الراحل العظيم اللي احنا كلنا النهاردة في يعني نودعه وديعة عظيمة نعتز بيها ونفاخر بيها بتاريخها وبفنها وبإبداعها. بطلب له الرحمة من الله وبطلب العزاء لينا جميعا. كل اللي أنا أقدر أقوله لك إنه الأستاذ عمار شخص لا يعوض، لا يعوض. فقدت أعز صديق، وفقدت أكبر قيمة فنية موسيقية في مصر، قيمة أخلاقية، قيمة عظيمة في معاملتها، ومخلص في فنه، مخلص في أصحابه، مخلص في كل شيء. فقدنا إنسان عزيز جدا وفنان كبير جدا ومثقف كبير جدا. أنا لي تجربة معه حسيت فيها بعظمته وقيمته لما عملنا مع بعض أغنية أوى من الزمان للفنانة شادية. إنسان رائع وإنسان أبيض وإنسان طفل وصافي وجميل، وأعتقد أنه كمان حبه لمصر وأثر فيه كتير. يعني كان إنسانا عظيما وفنانا عظيما ووطنيا حتى النخاع، ومش عارف اقول ايه، يعني الايام حبلى بالاشياء السوداء وزادتها موت عمار الشريعي.